بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. النهاردة يا جماعة من داخل سوق دراو، النهاردة 3/5/2022 من داخل سوق البقر الوالي. صلوا على سيدنا النبي في أول اليوم. النهاردة عاملين لكم تغطية لسوق دراو بالكامل يا جماعة، ما تنسوناش في اللايك. هنخش نشوف أول بقرة معانا اهي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ازيك يا عمدة؟ تحتيان تاعي يا جماعة عجلة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ثلاثة في الرابع العشر. تبارك الله. 32 والعشر ثلاثة وفي الرابع. العشر ثلاثة مخلص الثالث وفي الرابع وتحتيها انتهى يا جماعة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. في العشر يا عادل. ثمانية. تحتيها انتهى يا بلدي من الحلويات يا جماعة. احتيان تاي بلدي من حلوياته تبارك الله ما شاء الله. الله تبارك الله. كم اللبن بتاعه؟ أربعة وأربعة. أربعة وأربعة. سن يا أخي. أجوب أنا من الفرادي سادة بقر. آه. نتيجة دي عمرك كام على كده؟ ست شهور. صلى على النبي. البيع والشراء 33، البيع والشراء والفلوس 32. الفلوس 32 والبيع والشراء 33 والعشر مخلص الثالث وماشي في الرابع. ثلاثة انضاف. واللبن 4 و4 وقافله على الاول. على الاول. الله يوسع عليك. كم تليفونك لحد هسه وصل معك؟ 011 5358 5358. 3 6 5. اسم الكريمه حق فراج ابو خليفه الشط. ماشي يا عم فراج الشط يا جماعه ضراوة احسن ناس تبارك الله يعني. هذه اللبن بتاعه وهذه الحلبات. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. منور عمده والله. الله انت اللي مظبط الدنيا والله تبارك الله. تحتيها واحده بلدي يا جماعه من الحلويات. ايه عجله بلدي من الحلويات. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. ومش حتشاركك في اللبن. معانا واحده برضه يا جماعه على كليها برضه. في ناس بتعوز الحاجات دي. صلى على النبي تبارك الله. لبن يا جماعه على كده يعني. صلى على النبي. صباح الفل اخ. ايه سنها دي؟ سنة على الاول. قافله على الاول. ايه تحتيها هي؟ تحتيها البت. تحتيها انتايا. ايوه انتايا دي. لبنها على كده بت. لا ما شاء الله بتحلب 7 سنين. بتحلب على كده؟ اه والفلوس 24 ونص. والفلوس 24 ونص يا جماعه. قلت لكم سعرها يكون على كده. اللبات بتاعتها مش مظبوطه بس. صلى على النبي. تبارك الله. الفلوس 24 ونص؟ ايوه. اشتروا بكام؟ اشتروا ب 1000. 25 ونص وصلت. الصلاة على النبي تبارك الله. اشتروا ب 25 ونص يا جماعة. الناس بيفرجونا عليهم اخر ادب واخر احترامه. الصلاة على النبي تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. 012؟ 012 8 4 5 4 0 4 0 4 6 7 4 6 7. اسم الكريم حسن سمر. ماشي عم حسن. الله يوسع عليك عم حسن تبارك الله. بغرب ضراوة ولا كبومبو؟ بمبان. نعم. الصلاة على النبي تبارك الله. هذا يا جماعة البقر الوالد وحلويات البقر الوالد. ازيك عمدة؟ ايه سنها البقرة دي؟ سادة على الأول. سادة على الأول. تحتيها ايه على كده؟ طب ما تجرها لنا كده يا أخي. الصلاة على النبي تبارك الله. ما شاء الله تحتيها ذكر يا جماعة براون أصلا. خليط براون عالي تبارك الله ما شاء الله. وادي الضرة. وادي الضرة. الصلاة على النبي تبارك الله. ما شاء الله. قافلة على الأول ها؟ فيها عشر ولا حي؟ ثلاث شهور. عشر ثلاث شهور؟ تبارك الله يا عم. عدل عدل. عشر ثلاث شهور. فلوس كم؟ 35. 35؟ تبارك الله يا عم. فلوسها 35 يا جماعة. بس تحتيها عجلة تبارك الله يعني. تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. طب لبنها لو قلنا تعرف لبنها كام وكام بتحلى؟ كام الفلوس يا باشا دي؟ احنا شايلينها بس كام الفلوس؟ ما شاء الله. لا وين كتير. كام الفلوس اللي بقول لك؟ 35. السنة ايه؟ صد على الأول. تبارك الله يوسع عليك يا عمدة. صلى على النبي. ازيك عمدة؟ صباح الفل خان. تبارك الله. ايه سنها البقرة دي؟ سادة؟ قديم ولا جديد؟ سادة جديد. سادة جديد؟
تبارك الله. تحتيها هي؟ تحتيها بكر يا جماعه ما شاء الله. الصلاة على النبي. كم وصلة معك دعم؟ بيشتروا معها 25. بيشتروا 25. عليها هي؟ لا يعني كان عليها. ها؟ لا مش عليها هي. الصلاة على النبي طبعا، ما عليهاش حاجة. هي ايه جعانة شوية بس. أمي جعانة شوية. تبارك الله ما شاء الله. بيشتروا 25. وادي الضرب. 25. الصلاة. ما لهاش حاجة هي من البيت. من البيت. تبارك. كم رقمك عمدة؟ 011 011 299 299 166 166 03 03. اسم الكريم؟ عبد الناصر. ما شاء الله عبد الناصر. قلت لي البيع والشراء فيها؟ بيشتروا فيها ب 25. بيشتروا فيها ب 25. في حكم ولا حاجة؟ في حكم 26. حكم 26. تبارك الله. يعني ب 26 و 25 ونص يبيع حالك يا جماعه. تحتيها ذكر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بس هي جعانه شويه عشان برضه ما ارسم لكش صوره في خيالك يعني توقع غير عشان ساعات الكاميرا برضه ايه بتكبر الحاجه يعني. الصلاه على النبي تبارك الله. صلى على النبي تبارك الله. ازيك يا عمده؟ صباح الفل. ايه سنها البقره دي؟ قافله على الاول؟ تبارك الله. لو قلنا لبنها كام وكام على كده؟ حتى ثلاثة وثلاث؟ سبعة؟ سبعة وسبعة؟ تبارك الله. ايه واصلة معاك؟ اشتروا بسبعة ونص. 27 ونص؟ اشتروا بسبعة وعشرين ونص يا جماعة. اشتروا 27 ونص. اشتروا 27 ونص. عمدة. الصلاة على النبي تبارك الله. ربنا نجاك. تبارك الله ما شاء الله. جاي لك حاج. الصلاة على النبي. ايه سنة يا اخي؟ الاول صادق. صادق الاول؟ الصلاة على النبي. ايه واصلة معاك؟ بيع والشراء 24 ونص. بيع والشراء 24. تحتيها ذكري. ها تحتيها ذكري 24 ونص. تبارك الله ما شاء الله. اسم الكريم؟ عبد الله صالح. كم رقم تليفونك؟ رقم من شبانه. تبعك هو؟ تبعي. يا شبان عمدة. صباح الفل. صباح الرضا. نارك ابيض بالصلاة على النبي تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. ايه اسم النادية؟ كاسرة ستة. كاسرة ستة. ايوه ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي يا عم. الله اكبر يا عم. لباي جماس. الله اكبر يا جماعة. تبارك الله ما شاء الله. تحت يا ذكرى. هذه ولد. ما شاء الله. وكاسرة ستة يا جماعة. فيها طلوق ولا حاجة؟ يا نادي طايرة. ها؟ طايرة. الصلاة على النبي. والدة ليها 20 يوم. عليها ولا فيها بيع وشراء؟ بيع وشراء. كم باشا؟ 32 ونص. 32 ونص. هذه 40,000 ودي كسر جوز واحد. تبارك الله ما شاء الله. فين الثاني اللي كسر جوز؟ الصلاة على النبي تبارك الله. جوز واحد كسر. كسر جوز. تحتيها ايه؟ ذكر. فين ذكرها؟ الصغير دي؟ تحتيها الكبير ده ولدها؟ ايوه الصلاة على النبي. 30,500 ومعنا بيع وشراء ب 2000 جنيه. اتنين وصلت 32,500. الصلاة على النبي تبارك الله. ما تجرها لي يا اخي البقرة دي. الصلاة على النبي. سيدي خوافه شو يجر لك دي هو كان عزيز. طب خلاص انا عايز اشوف العقل بس. ده ولدها. ده ولدها. كسر الجوز يا جماعة. كسر الجوز يا جماعة. ما شاء الله. ده ولدها.
لا ترجوز يا حاج. اربط ولدها يا حسين، مش ولدها، ده ولدها الصغير. انا بقول مش ولدها يا ولدها الصغير. ده ولد يا جماعة، لا مؤاخذة يا جماعة، ده ولد. من 30 يا عمي، فلوسها 30 و500 واشتروا فيها ب 500 عرق، وقلنا عايزين 32. كم تليفونك عمده؟ عمده إلا ده مش هيشتري. معك تليفون؟ ولا أنا. الله يوسع عليك، الله يوسع عليك. هذا يا جماعة البقر الوالد، وفي أسعار كويسة طبعا شفناها، وفي أسعار شادة شوية. والسوق ده يا ما يعني طبعا انت بتشوف اللي يناسبك، يعني اللي يناسبك بتشوف. في نهاية الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك، والناس اللي داخله تشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مزرعة مهرجان رايع ان شاء الله.